يعد فن الراي أحد الأنماط الغنائية التي ظهرت في الثمانينات من القرن الماضي، وتزخر مدينة وجدة والمدن الجهة الشرقية الأخرى بعدد من الشباب الذين تعاطوا لهذا الفن الذي اكتسب شهرة عالمية باعتباره فنا يستقي كلماته من التراث الشعبي المغربي ويتطرق لقضايا اجتماعية وعاطفية، ويسهل دمج موسيقاه بمختلف الألوان الموسيقية المعروفة على الصعيد الدولي. فرحان هذه المشاركة تاع لا كاتريام بارتيسيباسيون و لا كاتريام ايديسيون تاع فيستيفال دو راي. لاكوي اي لورغانيزاسيون سي تري بو سي مانيفيك، حاجه ما خصنا. رانا نشوفوا كل عام رانا نجيو نشوفوا حوايج نزادوا، دونك هذا الشيء هذا ما يكون غير حاجه ايجابيه للفنان. اليوم الثاني من المهرجان عرف تألق مجموعة من فنانين الراي، منهم الطلبيوان رشيد قاسمي ومحمد لمين، الذين استطاعوا أن يلهبوا حماس الجمهور الحاضر الذي فاق 150 ألف متفرج. موسيقى الراي راه مجدارة في الناحية الشرقية. هاد الموسيقى جدودنا وقبل كانوا يستعملوا هاد الموسيقى، كانت تسمى الرقادة بجهة تاع بركان، تتسمى الشيوخ بجهة تاع وجدة، تتسمى الموسيقى الشعبية اللي كانوا في العراس تاعنا قبل كانت تسمع هاد الموسيقى، وحنا ملي كنا صغار هذه هي الموسيقى الوحيدة اللي كنا نسمعوها في الناحية الشرقية. هاد المهرجان اللي هو يعني متميز، انا كان متميز لان واخا سميتو مهرجان الراي ولكن في تعدد الانماط ديال الاغاني، وتلقى واحد شعبيه وواحد النجاح وواحد الاستعداد فريد من نوعه. ووفاء لشعار التجديد، فقد حرص منظم المهرجان على الانفتاح على ألوان غنائية أخرى متمثلة في الفنانة نجاة عتابو من المغرب ولاتينو جروف من أمريكا اللاتينية. تميزت الليلة الأخيرة من هذا المهرجان بمشاركة الفنانة سميرة بن سعيد والشاب مامي، اللذين أديا باقة من أغانيهما الرائعة التي ألهبت حماس الجماهير السهرة، وفي سابقة من نوعها استطاعت استقطاب أزيد من 200,000 متفرج. بالنسبة للمهرجان شرف ليا باش الواحد يجي يشوف الجمهور تاع وجدة اللي عندي مدة ومشتاش، دونك حاجة مليحة بربي إن شاء الله، ونتمنى باش الحفل هذا يفوت في أحسن ما يرام إن شاء الله. ما تنشوفش ان هناك اي تناقض بين وجودي وبين مهرجان هذا المهرجان هذا، هناك تقارب لان اغنيه الرايه في الاخر اغنيه عصريه، هي اغنيه قريبه من الاشياء اللي كنقدموها كنا في الساحه العربيه، ما كاين حتى شي تضاد في هذا الموضوع هذا. بلا كان نجاح هائل، وكان لو كان جيو نحسبوا في داك الشيء عدد المتفرجين اليوم نظن بلا حنا فتنا 500,000 ولا 600,000 واحد. دابا راه سميره سعيد ومن بعد مامي وينتهي المهرجان، وعم الحقيقه عمره ما شفنا واحد النجاح بحال هذا. وخلال هذه السهره الفنيه تم تكريم الفنان الشيخ احمد ليو احد رموز الاغنيه التراثيه وصاحب الاغنيه الشهيره الباسبور الاخضر، عرفانا لما قدمه هذا الفنان من عطاءات في ميدان التراث الغنائي على صعيد الجهه الشرقيه. نشكر اللجنه اللي اختارتني في هذا النهار وفرحتني، وعندي فرح كبير وعندي وعد شرف كبير اللي تكرمت في هذا المهرجان الكبير. فرانشمون سي ان بليزير دو فوار واحد لا ديفيرسيتي في لي ميوزيسيان كو نو افون، اي نيا با كو لو راي اي سي سا كي بيان. وراه مجينا الشعبي، جونا سميره بن سعيد مانتنون، دونك اي لورغانيزاسيون برافو. تاخرين بهذا الشيء اللي كاين هذا المهرجان في الناحيه ديالنا، كل عام كيكبر والحمد لله. صافي راه ناحيه وجده راه عندها واحد السمعه كبيره، ولا بدا داخليا ولا خارجيا. الدورة الخامسة من المهرجان الدولي لفن الراي لهذه السنة حقق كل الرهانات والأهداف المتوخاة من وراء تنظيمه،
حيث عرف المهرجان هذه السنة تنظيما محكما وخلق رواجا اقتصاديا وتجاريا كبيرا بالمدينة التي أصبحت تتعزز بمشاريع تنموية كبيرة يوما بعد يوم. كما تمكن المهرجان أيضا من استقطاب أزيد من 500,000 متفرج.